السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جيناكم في مقطع جديد عن لعبة Call of Duty Modern Warfare. طبعا راح نتكلم معلومات بسيطة عن طور Gun Fight، وهذا الطور تم استعراضه لمدة 5 دقائق، راح نستعرضه في هذا المقطع طبعا بوضوح 4K. طور Gun Fight، هذا الطور اسلوبه سريع وسهل التعلم، التقط سلاحك وانطلق. في تعمق اكثر في اللعبة واستكشاف استراتيجية جديدة للسيطرة على اجواء اللعب. اسلوب اللعب السريع والقتال القريب جدا والعودة بشكل سريع الى اللعب بعد الموت سيجعل من طور Gun Fight استثنائي عن باقي اطوار اللعبة التنافسية. ستحمل 4 اسلحة، هي سلاح اساسي وسلاح ثانوي وقنبلة استراتيجية تاكتيكال جرانيد واداة قاتلة اكويبمنت ليثل، قد تكون قنبلة فلاش. طبعا بعض المعلومات والاعدادات للطور قد تتغير خلال فترة تطوير اللعبة بغرض الموازنة وتحسين تجربة اللعبة. طور Gun Fight هو واحد من العديد من اطوار اللعب المختلفة التي ستتواجد في اللعبة، من خرائط منوعة واساليب لعب متنوعة والعديد من المعدات والمكافآت المختلفة. طبعا اللعبة راح تصدر على الاكس بوكس 1 والحاسب الشخصي والبلاي ستيشن 4 في تاريخ 25 اكتوبر من هذه السنة، ونحن في انتظار اللعبة وفي انتظار كل جديد. في خبر اخر وهو لحد الحين يعني يعتبر اشاعة، هو طور سبيشال اوبس في عالم مفتوح سيسمح للاعبين باستكشاف وعمل مهمات بطريقة تعاونية وكما يريدون هم، ويبدو انه سوف يكون هناك 8 مهام، وبعض هذه المهمات سوف تحتوي على وجوه مألوفة مثل كابتن برايس الذي سيروه اللاعبين في القصة الرئيسية. هذا ليس كل شيء، في العالم المفتوح الخاص بالطور سوف يحتوي على بعض عناصر الباتل رويال الخفيفة، وبالطبع سوف يتم استكمال التقدم من الأطوار الأخرى، أي لن تخسر عناصرك وعتادك الذي حصلت عليه من القصة الرئيسية. طبعا كذلك الطور راح يحتوي على 20 شخصية أوكي الموجودة بطور اللعب الجماعي، مع إمكانية الاختيار بين الجنود الأمريكيين والروسيين. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذا الطور سوف يكون مجاني. وإلى هنا شباب، شكرا لكم على حسن المتابعة، لا تنسونا من الدعم والاشتراك في القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.